الأجواء الكرام من القاعة القضاء الجادة، حيث في هذه الأثناء تنظم بطولة وطنية لانتقاء المنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. السي الواقفي تنشكرك ديما تتساعدنا وداكشي، وتنتمنى لك التوفيق ديالك بالنسبه لهذه البطوله. هذه هي بطوله اللي تنعزلوا من عندها الابطال، حيت عندنا بطولات عالميين ودوليين وبطولات افريقيين، واذن هنا هذه البطوله اللي تنعزلوا منها الابطال باش ترينوا بالمنتخب، باش يكون واحد المنتخب اللي في المستوى ديال الشعب المغربي. بالنسبه للاجواء اللي دازت، هي دازت اجواء رياضيه، ثقافه رياضيه، ثقافه عاليه، اخلاق عند لا المدربين ولا الجمهور ولا كل شيء. تبارك الله تيتساعد معنا وتتعاون معنا في هذه البطوله هذه، تنتمناو ان شاء الله التوفيق. بالنسبه للبطوله اللي شارك فيها شي 30 جمعيه اللي هما اللي تاهلوا في العصاب كاملين، اذا كاينين العصاب ديالنا كاملين تاهلوا فيهم، هاد 30 جمعيه هما اللي لعبوا، تنتمناو لهم التوفيق ان شاء الله. وهاد جامعة الملكية المغربية الوشو غادي تقول الكلمة ديالها، لا في الشباب ولا في الكبار ولا في الصغار، ان شاء الله نتمناو لهم التوفيق. بالنسبة للناس ديال الجامعة الملكية المغربية الوشو خدامين، فيهم الناس باقيين شباب مزيان، عندهم طموح، تيخدموا مزيان. تنتمنى السي شاكر من موسى راه فيه الخير، ونتمناو ليه التوفيق ان شاء الله في هاد المسيرة ديالو، ويتهلا في الجامعات اللي فيهم الناس يخدموا داك الشيء. وكاين جامعات اللي تيبقى فيهم واحد 40 سنه 50 عام ما تيقدرش يحيد على الكرسي وتيسد على هذوك الشباب، يخلي الشباب تما يخدموا. ما كاينش هذيك الجامعه تتقص فيها 40 عام 50 عام، ماشي غادي تزرع علينا الخضره. دوزتي واحد العدد ديالك 20 عام 15 عام، الله يجعل البركه، خلي الشباب يخدموا. وانا لاحظت في هاد الشباب ديال الجامعه الملكيه المغربيه الوشو كلهم باغيين يخدموا، كلهم ناس مزيانين، عندهم الجهد، عندهم قارين. ما بقاش واحد شاد شي جامعه اللي ما خرجش منها الابطال. هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل للجامعات، والجامعه اللي تتخدم وعندها ابطال وعندها، الله يوفق، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، والله ميسر.